انا متذكر الفتره دي كويس، لان كان عندي شك وقتها ان ايه اللي هيحصل. يعني انا من الناس طبعا اللي كان عندي لا طبعا كده خوف كبير، مظبوط وكنت حتى بكلم الناس اقول لهم هو يعني ايه هتكمل ولا مش يعني هننجح ولا مش هننجح. صح. فوقتها لو كنت قلت لي اعمل اي حاجه يا بيه انا كنت قبل هيحصل. 30/6 بيومين في حد كادر كده من الاخوان كلمني وقال لي هيعدي بس 30/6 وهشوفك متعلق قدامي على كنت كده اقول لكم كده وش بالظبط صح. لا وش كنت يعني يعني حضرتك طبعا كتير وزملاء كتير كتير من اللي لا كتير. اللي انتوا كنتوا بتتكلموا بجد. يعني انا برضو في الحته الفنيه شويه مش الحته السياسيه على مجال الاعلام. يعني انا في الشارع مواطن بنزل 30/6 ونزلت في 2/7 طبعا طبعا، لكن في الاعلام في طبعا الاعلام. انت لا كاريرك كنتوا حته انتوا، لا تانية. انتوا كنتوا اللي هتحلقوا في البدايه واحنا ربنا يخليك يا صغير، متشكر. لما جات لك الفكره شوي بقى، يعني فكرت ازاي وجسدتها ازاي؟ هو الفكرة كانت إن إحنا بن يعني فكرة إن إحنا شباب جسدتها ازاي؟ هو الفكرة كانت إن إحنا بن يعني فكرة إن إحنا شباب عشنا الفترة دي، فإحنا مطلوب مننا إن إحنا نوثقها عشان في أجيال جديدة هتيجي هنحكي لها مهما حكينا لها مش هيبقوا برضو فاهمين اللي حاصل أو متخيلينه. فإحنا حبينا إن إحنا نوثق الفترة دي لأنها كان فيها مشاكل إحنا يكاد يكون ما قلناش 20% منها. إحنا كان مفيش بيت في مصر كان تعبان أو كان خايف أو كان مرهق. حتى المشاركة في الثورة دي أنا يعني عدد مهول. حتى الست الأم اللي في البيت اللي هي كانت مش قادرة تنزل كانت بتبقى في البلكونة تعمل لنا بالعلم كده وتسقف. كنا خايفين يعني إحنا عايشين لسه بضرر الفترة دي لحد دلوقتي، مثلا اللي حاصل في سيناء والحاصل على الحدود بتاعتنا كانت الدنيا مفتوحة، اللي بيخش يبني ويعمل سكنات عسكرية ويعمل مشاكل لسه عايشين بنلم القرف ده لحد دلوقتي. بس الحمد لله ربنا خلصنا. فكرة إن إحنا نوثق الفترة دي كانت مهمة جدا جدا جدا. هم كانوا حولوا الموضوع لحتة ان هم بقت الولاء للجماعة. فكرة حتى لو حد ياخد منصب او يبقى وزير او الكلام ده صنفوا الشعب لطبقات. يعني في انت منتمي للجماعة. حتى فكرة الجواز حد يتجوز منهم مظبوط انت لازم تشوف حد من الجماعة الاول وبعد كده تشوف من بره لو ما لقيتش. فكان الموضوع في رعب حاصل الناس كلها لا خايفة. وانتوا في الاختيار المشاهد اللي انا شفتها في الفيلم كان في الفكره اللي انتوا عايزين توصلوها، فكره المشاهد المرعبه اللي كانت بتقول احنا كنا هنبقى فين؟ بس في حاجات ارعب من كده بس اللي احنا نسيناها اللي احنا نسيناها. مشكلتنا ان احنا شعب نسائي جدا. فاحنا كنا فعلا مرعوبين في الوقت ده. احنا يعني انا مش عارف يعني في حاجه مهمه برضه عايز اقولها ان الفيلم ده كله اتصور في يوم. يعني تصويره كله في يوم. احنا تعبنا في تجهيزه اكتر من كده. يعني احنا حتى كنا في الاخر بعد كل المجهود الذاتي ده كنا محتاجين برضه شويه دعم. وبصراحة يعني كلمت صاحب القناة وما بخلش علينا في الموضوع، بس كنا برضو لازم نضغط الكلام فضغطت طبعا. عليهم قوي ان احنا نتصور في يوم. دي حقيقة. يوم من 4 أيام. سينمائي هيجيب دخل بس وعائلة بس في الجهة الأخرى بقى في دعم حصل من الأفراد بقى اللي موجودين في القناة. يعني احنا موجودين اهوت بس في جيش ورا تاني. الجيش ده يعني سواء إدارة الإبداع الفني أو إدارة الإنتاج أو الشباب اللي كانوا تركي اللي موجودين كريم العاصي أي حد كنا الناس اللي معانا بقى من أول هشام النمر ونهلة ومحمد سمير متبرع مصطفى اسعد كله مفيش حد متبرع خد اجره.